الدراسية مقبول. أتقدم لسيادتكم بعرض يتعلق بالحصيلة السنوية لنشاطات وعمل مختلف مديريات الهيئة التنفيذية للولاية لسنة 2022، إذ عرفت مختلف القطاعات حركية ونشاط تنموي متمثل في متابعة عملية الانطلاق في المشاريع الاستثمارية المسجلة لفائدة الولاية واستلام الكثير منها. حصيلة النشاط مديرية البرمجة عرفت مختلف قطاعات الولاية بعنوان 2022 نشاط كثيف، تمثل هذا البرنامج في إنجاز الكثير من المشاريع، منها في البرنامج القطاعي الغير ممركز يتمحور نشاط الولاية خلال سنة 2022 بانطلاق البرامج الجديدة وإعادة بحث العمليات التي عرفت صعوبة وعراقيل فيما يخص تنفيذها في الميدان، وكذا استعمال البرنامج قيد الإنجاز إلى غاية سنة 2022. قدر البرنامج الجاري ب 766 عملية وبرخصة برنامج مقدرة ب 260 مليار و 573 مليون و 988 ألف دينار، حيث وصلت النفقات الإجمالية المسجلة والمستهلكة إلى 164 مليار و 238 ألف 492 دينار، منها 64 مليار و 200 أي ما يعادل نسبة 63% نسبة استهلاك، وباقي إنجاز مقدر ب 96 مليار 395 749 508 دينار جزائري. كما استفادت الولاية خلال سنة 2022 من برنامج جديد يقدر ب 600 مليار 733 162 ألف دينار جزائري، لتكفل ب 42 عملية، منها 11 عملية خاصة بمكافحة الحرائق، حرائق الغابات، كما أنه تم تفريد انديفيدياليزاسيون 16 اوبيراسيون، 16 عملية متعلقة بالبرنامج الجديد. كما استفادت الولاية كذلك خلال سنة 2022 من مبلغ مالي مقدر ب 500 مليار 446 737 ألف دينار جزائري، موجه لإعادة تقسيم 65 عملية مسجلة، منها 43 عملية تم إعداد مقررات التقسيم الخاصة بها. ولتلبية احتياجات القطاعات لجأت مصالح الولاية سنة 2022 بإعداد 232 مقرر تغيير مواصفات العمليات ضمن البرامج القطاعية الغير ممركزة، وهذا بعد دراسة ملفاتهم المتعلقة بهيكلة الكلفة وتفاصيل الاستثمار أو تغيير المواصفات. أما فيما يخص اعتمادات الدفع لسنة 2022، استفادت الولاية بمبلغ 31 مليار 201 192 ألف و 889 دينار جزائري، حيث قدرت نسبة الاستهلاك إلى غاية 31/12/2022 700 مليار 983 ألف و 358 و 914 دينار جزائري، أي بقيمة تقدر بنسبة 25.95%. فيما يخص تطهير مدونة الاستثمارات العمومية، ولقد تم خلال سنة 2022 غلق 49 عملية برخص برنامج مقدرة ب 600 مليار 978 307 ألف دينار جزائري. فأما فيما يخص العمليات المسجلة على عاتق البرنامج الغير ممركز الموجه لمناطق الظل، فقد تم تسجيل 11 عملية بمبلغ 100 مليار 636 ألف و 602 دينار جزائري، وفيها كذلك بعض المشاريع التي هي قيد الإنجاز. بالنسبة للمخططات البلدية للتنمية لبي سي دي، استفادت الولاية خلال سنة 2022 بغلاف مالي مقدر ب 240 مليار دينار جزائري مخصص للمخططات البلدية التنمية، سمح بتسجيل 544 عملية، منها 89 عملية موجهة لفائدة مناطق الظل، إضافة إلى 5 عمليات سجلت خلال السداسي الثاني من نفس السنة. كما لجأت مصالح مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية بعنوان هذه السنة إلى إعداد ما يقارب 50 مقرر تغيير مواصفات عمليات مسجلة في إطار هذه المخططات، بخصوص المشاريع المتعلقة بشبكة الصرف الصحي التي تعاني منها الولاية وتهيئة وتعبيد المسالك، وذلك بسبب حيث تم تسجيل معارضات
في الكثير من بعض في بعض من المشاريع. اعتمادات الدفع المفتوحة وسيهلوك بعنوان 2020 استفادت الولاية بمبلغ اعتمادات الدفع المفتوحة مقدرة ب 400 مليار 790 694 884 ألف دينار جزائري. قدر الاستهلاك المؤقت إلى غاية 31/12/2022 ب 200 مليار 916 315 492 مليار دينار جزائري. بالنسبة لعملية تطهير مدونة الاستثمارات للولاية، بلغ عدد المشاريع المنجزة خلال سنة 2022 والتي تم غلقها واختتامها في إطار مخططات البلدية للتنمية 1047 عملية أو مشروع برخصة برنامج ب 317 مليار 111 ألف دينار جزائري، بعد الأخذ بعين الاعتبار عدد العمليات المغلقة والنفقات المسجلة من طرف البلديات. يقدر البرنامج الجاري للولاية بصفة مؤقتة في انتظار الاختتام النهائي لسنة 2022 ب 922 عملية، ورخص برنامج إجمالية مقدر ب 400 مليار 236 600 629 ألف دينار جزائري. والاستهلاكات المتراكمة إلى غاية 31/12/2022 مقدرة ب 170 مليار و538 ألف و300 دينار جزائري، ما يعادل نسبة استهلاك مقدرة ب 40% بالبرنامج الجاري والمقدر ب 200 مليار 536 746 مليار دينار جزائري. بالنسبة لحصيلة القطاعات مفصلة كما يلي: أولا مديرية الموارد المائية، قطاع مديرية الموارد المائية سيرفيس للضروري، يشمل البرنامج التنموي لقطاع الموارد المائية إلى غاية 31/12/2022 على 119 عملية برخصة مالية إجمالية تقدر ب 27 مليار و811 ألف و281 و600 دينار جزائري، موزعة حسب البرامج الأربعة التالية: برنامج تنمية موزعة على أربعة برامج، برنامج تنمية غير ممركزة للقطاع بيزي فيه 69 عملية بمبلغ إجمالي مقدر ب 21 مليار و015 802 دينار جزائري، منها 19 عملية مغلقة و12 عملية مكتملة وباقي في طور الإنجاز. برنامج الصندوق الوطني للمياه أفنو 40 عملية بمبلغ 168 مليار و547 ألف و960 دينار جزائري، منها 30 عملية منتهية. برنامج صندوق الضمان التضامن والضمان للجماعات المحلية ليكس أبسيسيال 4 عمليات بمبلغ إجمالي مقدرة ب 670 مليون دينار جزائري، منها عملية واحدة منتهية. البرنامج القطاع المركزي في السي 6 عمليات بترخيص إجمالي يقدر بمبلغ 400 ملايير و440 ألف دينار جزائري. قيد الإنجاز 5 عمليات مسجلة في 2022 تشمل عملية القطاع المجالات التالية: التزويد بالمياه الصالحة للشرب. عدد العمليات المسجلة في لهذا القطاع للمياه الصالحة للشرب يبلغ 101 عملية بمبلغ إجمالي مقدر ب 19 مليار 446 مليون و561 ألف و600. الصرف الصحي 16 عملية بمبلغ إجمالي 8 ملايير و296 ألف دينار جزائري. كما تم إنجاز خلال نفس السنة مشاريع تالية: تمديد قنوات الصرف الصحي على طول 17020 متر طولي، إعادة تأهيل قنوات الصرف الصحي 2950 متر طولي، تمديد شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب 43220 متر طولي، إعادة تأهيل محطات الضخ وعددها 5، إنشاء محطات الضخ وعددها 1، إنشاء الخزانات 6 خزانات بسعة إجمالية
تقدر ب 10,030 متر مكعب، إعادة تأهيل محطات المعالجة بعدد 3 محطات، إنجاز محطة تصفيه مياه الصرف الصحي واحدة، الينابيع 72، المناقب 13، الأبار 2، وضعية مختلف شبكات القطاع. يعاني القطاع من عدة نقائص أهمها قدم جزء كبير من أنابيب إمداد المياه نتيجة المواد التي كانت مستعملة في هذه القنوات، اهتراء ونقص مردود أغلب وحدات الضخ الكهربائي خاصة ذات الضغط العالي، ضعف السعة التخزينية في بعض القرى والتجمعات نتيجة التوسع العمراني، تدهور عازل للتسربات الخاصة بأسطح الماء الخزانات ومحطات الضخ مما يسبب تلف التجهيزات الكهربائية، اهتراء وانسداد شبكات توزيع لبعض القرى، عدة مناطق غير مجهزة بالعدادات مما يؤدي إلى تبذير المياه، الاعتداء على شبكات توزيع من طرف المواطنين أو الربط الغير قانوني أو العشوائي. بالنسبة لمديرية الأشغال العمومية، تشمل نشاطات مديرية الأشغال العمومية مجالات شبكات الطرقات والمنشآت الفنية والهياكل البحرية. أولاً شبكة الطرق، يقدر الطول الإجمالي لشبكة الطرق للولاية ب 4809 كيلومتر، تتوزع كما يلي: الطرق الوطنية 621 كيلومتر، الطرق الولائية 640 كيلومتر، الطرق البلدية 3548 كيلومتر. المنشآت الفنية عددها 320 منشأة موزعة كما يلي: على مستوى الطرق الوطنية 116 منشأة، الطرق الولاية 52 منشأة وحدة، الطرق البلدية 52 وحدة. الهياكل البحرية، تمتد الواجهة البحرية للولاية على طول 66.65 كيلومتر، حيث تحتوي الولاية على مينائين: ميناء أزفون وميناء هو ميناء مختلط، ميناء تكزيرت وهو موجه ميناء للصيد والترفيه. إنجازات القطاع سنة 2022، في إطار البرامج المسجلة في قطاع الأشغال العمومية تمكنت الأخيرة من تحقيق الأهداف المسطرة، وهذا ما يظهر جليا في مبلغ الاعتمادات المستهلك المقدر ب 283 مليار و 300,157,923 دينار جزائري إلى غاية 31 ديسمبر 2022، في انتظار الانتهاء التام من عملية الدفع على مستوى الخزينة العمومية، ورغم بعض العراقيل المتعلقة بالارتفاع المعتبر لأسعار المواد الأولية خاصة الزفت الذي أنجز عنه هذا الارتفاع أدى إلى تعطل بعض المشاريع التي كانت مسجلة. الطرق الوطنية 66.5 كيلومتر، تم صيانة وإصلاح الطرق الوطنية التالية: طريق وطني رقم 12 بلدية تيزي وزودرع بن خدا وتدمي على مسافة 35.5 كيلومتر، وهو طريق ازدواجي، كما تمت بعض الأشغال التوسيع في هذا الطريق. طريق وطني رقم 73 بلدية أزفون أغريب فريحة على مسافة 11.5 كيلومتر، طريق وطني رقم 30 ألف بلدية أيت محمود بن دولة على مسافة 6.5 كيلومتر، الطريق الوطني رقم 30 بلدية إبو ذرارن على مسافة 6.5 كيلومتر، الطريق الوطني رقم 15 المر ببلدية الأربع نتيراتن على مسافة 7 كيلومتر، الطرق الولائية 27.8 كيلومتر، تم صيانة وإصلاح الطرق الولائية التالية: الطريق الولائي رقم 147 المر ببلدية تيزي وزو إلى غاية ومعتقة على مسافة 11 كيلومتر، الطريق الولائي رقم 252 بلدية إفليسن على مسافة 4.8 كيلومتر، الطريق الولائي رقم 107 بلدية تيزي غنيف ومكيرة على مسافة 6 كيلومتر، والطريق الولائي رقم 10 بلدية سوامع وايت يحيى على مسافة 3 كيلومتر، والطريق الولائي رقم 250 بلدية سوامع على مسافة 3 كيلومتر كذلك. الطرق البلدية، تم إنجاز وتثبيت وصيانة وتهيئة 99.3 كيلومتر من هذا الطرق عبر مختلف بلديات الولاية. هذا بالنسبة لقطاع الأشغال العمومية. أما بقطاع مديرية المصالح الفلاحية أو المصالح الفلاحية، مؤشرات الولاية، المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية على مستوى الولاية
مقدرة ب 295,793 هكتار. المساحة الزراعية الإجمالية 258,253 هكتار. المساحة الصالحة للزراعة ذات الخصوبة العالية وهي 98,842 هكتار، أي بمعدل 38% من المساحة الزراعية الإجمالية. بالنسبة لحصيلة الإنتاج الزراعي لسنة 2021-2022، شعبة الحبوب، الهدف المستطر للإنتاج لموسم 2021-2022 قدر ب 154,395 قنطار، والمساحة المزروعة مقدرة ب 6,403.97 هكتار، والمساحة المجنية والمحصودة هي 6,262.80 هكتار، حيث قدر الإنتاج المسجل 119,543 قطار بمردود يعادل 19 قنطار في الهكتار، حيث تم تحقيق نسبة 77% من الهدف المستطر. البقول الجافة يقدر الهدف المستطر للإنتاج ب 12,850 قنطار، وقدرت المساحة المزروعة ب 423 هكتار، والمساحة المجنية هي نفس المساحة المقدرة أي 423 هكتار، حيث تم إنتاج 5,596 قنطار بمعدل 13.25 قنطار في الهكتار، ونسبة 43.5% من الهدف المستطر. العلف يقدر له هدف المستطر للإنتاج ب 3,350 قنطار، 3,350,000 قنطار، والمساحة المزروعة ب 26,300 هكتار، والمساحة المجنية أو المحصودة مقدرة ب 26,300 هكتار، حيث قدر الإنتاج ب 1,689,612 قنطار بمعدل 82 قنطار في الهكتار، وبنسبة تم تحقيق نسبة الهدف المستطر بنسبة 65%. البطاطا قدر الهدف المستطر للإنتاج ب 223,470 قنطار، حيث تقدر المساحة المزروعة ب 374 هكتار، والمساحة المجنية 354 هكتار، وقدر الإنتاج ب 83,298 قنطار، بأي ما يعادل 235 قنطار في الهكتار، ونسبة 37% هي نسبة الهدف المستطر. البصل الهدف المستطر للإنتاج 110,000 قنطار، المساحة المزروعة 760 هكتار 26 هكتار، المساحة المجنية 726 هكتار، الإنتاج المسجل 100,354 قنطار بمعدل 139 قنطار في الهكتار، وبنسبة محققة 92% من الهدف المستطر. الثوم الهدف المستطر هو 20,500 قطار، المساحة المزروعة 227 هكتار، المساحة المجنية 227، الإنتاج المسجل 14,813 قطار بمردود يعادل 65 قنطار في الهكتار، وبنسبة 72.25% من الهدف المستطر. زراعة الزيتون الهدف المستطر هو مقدر ب 750,000 قنطار، والمساحة المزروعة هي 29,584 هكتار، المساحة المجنية 29,584 هكتار، بحيث يقدر الإنتاج المنجز ب 723,368 قنطار، أي بمردود يعادل 24 قنطار في الهكتار الواحد، وبنسبة 96.5 من الهدف المستطر. فاكهة الحمضيات الهدف المستطر هو 632,000 قنطار، وتعد المساحة المزروعة ب 1,470 هكتار، والمساحة المجنية ب 1,470 هكتار، الإنتاج المنجز 540,561 قنطار، أي بمردود يعادل 367 قنطار في الهكتار الواحد، وبنسبة 85.5 من الهدف المستطر. الأشجار المثمرة، باقي الأشجار المثمرة، الهدف المستطر يقدر ب 438,000 قنطار، وتعد المساحة المزروعة ب 5,938
هكتار، الإنتاج المنجز 233,396 قنطار، أي بمردود يعادل 39 قنطار في الهكتار الواحد، وبنسبة 53.5 من الهدف المسطر. العنب الهدف المسطر هو 291,800 قنطار، تعد المساحة المزروعة ب 1163 هكتار، والمساحة المجنية هي 1163 هكتار. الإنتاج المنجز 288,414 قنطار، أي بمردود يعادل 248 قنطار في الهكتار الواحد، وبنسبة 99% من الهدف المسطر. حصيلة الإنتاج الحيواني دائما بالنسبة لسنة 2022، اللحوم الحمراء هدف الإنتاج المسطر هو 90,000 قنطار، الإنتاج المتحصل عليه هو 87,985 قنطار، أي بنسبة 98% من الهدف المسطر. الحليب الهدف المسطر للإنتاج هو 147,470,000 لتر، الإنتاج المنجز هو 1,399,200 لتر، أي بنسبة 95% من الهدف المسطر. مجمع الحليب قدر الهدف المسطر بتجميع 90 مليون لتر، الإنتاج المحصل عليه 79,672,000 لتر، أي بنسبة 88% من الهدف المسطر. بالنسبة للصوف، هدف المسطر الإنتاج هو 2300 قنطار، الإنتاج المنجز 1,682، نسبة تحقيق الهدف هي 73%. العسل يقدر عدد خلايا النحل المعمرة ب 142,522 خلية، بحيث يقدر الهدف المسطر للإنتاج ب 2600 قنطار، والإنتاج المنجز مقدر ب 2333، أي بنسبة 90% من الهدف المسطر. البيض الهدف المسطر للإنتاج 140,500,000 وحدة أو بيضة، الإنتاج المتحصل عليه هو 253,078 بيضة، أي بنسبة 55% من الهدف المسطر. بالنسبة لفتح المسالك الفلاحية وتهيئته، يقدر البرنامج المسجل لفائدة المسالك الفلاحية ب 126 كيلومتر، أنجزت منها 108.92 كيلومتر، أي 44 مسلك لفائدة 33 بلدية. تهيئة المسالك الفلاحية، يقدر البرنامج المسجل لهيئة للمسالك الفلاحية ب 30 كيلومتر، تم إنجاز منها 25.80 كيلومتر. عملية ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، عدد الملفات المستثمرات الفلاحية المرسلة إلى مؤسسة سون الغاز 675 ملف، عدد المستثمرات التي تم ربطها 63 مستثمرة، عدد المستثمرات التي تم انتهاء إنجاز أعمال الربط بها 52 مستثمرة، عدد المستثمرات الفلاحية في طور الدراسة 169 مستثمرة، عدد المستثمرات الفلاحية في الطور في انتظار التزام الفلاح لشراء معدات تحويل الكهرباء هي 83 مستثمرة. بالنسبة لحصيلة النشاط السنوية لمحافظة الغابات لاكونسرفاسيون دي فور، تشمل عملية التهيئة الخاصة ببرنامج التنمية المحلية لمحافظة الغابات لسنة 2022 على 20 عملية. الأعمال الحراجية يبلغ الحجم المتوقع لهذه العملية 5,058 هكتار، أنجز منها إلى غاية 31/12/2022 2,568 هكتار، منها 668 هكتار أنجزت في سنة 2022، وباقي الإنجاز مقدر ب 2,489 هكتار، تم إنجاز 51% من الهدف المسطر. تهيئة المسالك الغابية، الهدف المسطر يقدر ب 280 كيلومتر، تم إنجاز إلى غاية 31/12/164 كيلومتر، منها 34 كيلومتر أنجزت في سنة 2022، وباقي الإنجاز يقدر ب 116 كيلومتر، أي تم إنجاز 150% من الهدف المسطر. العملية المسجلة في سنة 2022 سجلت 11 عملية كانت لغاية 31/12/2022 في طور الإجراءات الإدارية، إعلان عن المناقصة أو في طور تحليل العروض أو في طور المصادقة على دفتر الشروط من طرف اللجنة الولاية للسباقات العمومية، وهي كالتالي:
تهيئة المسالك الغابية بطول 113.9 كيلومتر بترخيص برنامج يقدر ب 171 مليون دينار جزائري. فتح المسالك الغابية بطول 22.5 كيلومتر بترخيص برنامج يقدر ب 45 مليون دينار جزائري. أشغال حراجية على مسافة 2000 هكتار مع ترخيص برنامج مقدر ب 180 مليون دينار جزائري. تهيئة خنادق ضد الحرائق على مساحة 152 هكتار مع بترخيص برنامج يقدر ب 45 مليون و 600 ألف دينار جزائري. فتح خنادق ضد الحرائق على مسافة 56 هكتار بترخيص برنامج مقدر ب 22 مليون و 400 ألف دينار جزائري. تهيئة نقاط المياه 6 وحدات مع ترخيص بترخيص برنامج يقدر ب 7 ملايين و 200 ألف دينار جزائري. تحقيق نقطة المياه من 7 وحدات مع ترخيص برنامج ب 14 مليون دينار جزائري. تطوير مركز المراقبة لأربع وحدات مع بترخيص برنامج يقدر ب 10 ملايين دينار جزائري. بناء نقطة مراقبة من 4 وحدات بترخيص برنامج يقدر ب 20 مليون دينار جزائري. تحقيق نقطة المياه للقتال الجوي من 9 وحدات مع ترخيص برنامج ب 76 مليون و 500 ألف دينار جزائري. زراعة نباتات أوبينيسيا على مسافة 9000 متر مربع بترخيص برنامج بقدر ب 5 مليون دينار جزائري. أما فيما يخص برنامج 2024 فلقد تقسيمه إلى مجموعتين إلى عقدين مع المجموعة الهندسية جيجيار، حيث تم إسناد الأعمال إلى مؤسسة لويرجيار جرجيرا. أما العقد الثاني والبرنامج الثاني رقم 7 يتعلق هذا البرنامج بأعمال تطوير تجمعات سدود وتطوير ولاء المناطق الجبلية ومكافحة تدهور الأراضي في مناطق السهوب والصحراء وفقا لقرار وزارة رقم 420 بتاريخ الصادر بتاريخ 21/5/2020. عقد برنامج رقم 8 يتعلق هذا العقد بأداء أعمال الشجير والغابات الرعوية كجزء من عملية شجرة واحدة لكل مواطن على مساحة 200 هكتار. وقد تم الإقطار بقرار تمويل تحت رقم 316 بتاريخ 15/4/2020 لدعم هذه العملية بعنوان البرنامج الوطني لإعادة الحريش. بالنسبة للإنجازات في إطار هذه العقدية تتمثل فيما يلي: أول العقد برنامج رقم 7 عملية زراعة الغابات، الهدف المسطر هو 50 هكتار تم إنجاز في سنة 2021 49 هكتار وفي سنة 2022 1 هكتار، أي أن البرنامج تم إنجازه بنسبة 100%. إصلاح السيول، الهدف المسطر هو 5000 متر مكعب تم إنجاز في سنة 2021 3944 متر مكعب وفي سنة 2022 467 متر مكعب، أي بنسبة 88.2 من الهدف المسطر. تهيئة المسالك الفلاحية الريفية، الهدف المسطر 30 كيلومتر تم إنجاز في سنة 2021 25.6 كيلومتر وفي سنة 2022 1.4 كيلومتر، أي بمجموع 27 كيلومتر بنسبة 86.66 من الهدف المسطر. تجميع وتطوير الينابيع، الهدف المسطر هو 13 وحدة تم إنجاز في سنة 2021 11 وحدة وفي سنة 2022 تم إنجاز وحدة واحدة بمجموع 12 وحدة بنسبة 92.23%. فتح المسالك الريفية، الهدف المسطر هو 44 كيلومتر تم إنجاز بين سنة 2021 و2022 37.95 كيلومتر بنسبة تتمثل في 86.25% من البرنامج المسطر. فيما يخص عقد برنامج رقم 8 تم تطبيق في هذا العقد إنجاز العملية التالية: زراعة الغابات على مسافة 200 هكتار